قبل ما نجيب قبل ما نغير مترجمة بقى؟ لا انا مش شفتش حاجة مترجمة لسه، هنبدأ حاجة مترجمة.
كابلز انا بتكلم واحده بواحده يعني. لو كلاينت عارفه ان لو كابل عارفه ان هم هيدوسوا في الانجلش واخدين الانجلش، لو عربي طبعا بقولهم ترجمه. هو ده بس مش كاتباها للاسف، مش عامله لها تايبنج فمش بجيب. بس ما فيش يعني مفيش ترانسليشن. لا خدوا بالكم ان احنا يعني كابل ده بيفيد في مصر اصلا حاجه لسه ايمرشيب يعني. خلينا هنعترف ان هو لسه في الاول. طيب احنا كده الحمد لله بعدنا الكوميونتي ساعة في الترجمة ونحتفظ بالريزورس. طيب احنا علشان من يعني في كذا حد كانوا طالبين ان احنا نبدا 10 فقلت ان احنا نراجع بسرعه. قلت بدل ما نعمل تمرين النهارده ممكن نبدا باغنيه. الاغنيه دي كان يعني ازاي ممكن حاجه تبقى سكيور او انت تنتهي بسكيورتي اتاتشمنت. I'm not afraid.
وهعيش واموت بهواك. انا ليا مين غيرك حبيب وبيكون متواجد اثناء الطرف الثاني عنده ازمه او عنده حاجه ومحتاج فيها الدعم.
بينسحب لما يحس ان الطرف الثاني محتاجه، وبيحاول طول الوقت انه يقلل التهديدات اتجاه نفسه، يعني اي حاجه بيستقبلها كتهديد فبيبعد عن الموقف. العكس هاف ان انتنس نيد فور سبورت، طول الوقت محتاج سبورت ودعم، بيبالغ قوي في اي حاجه على انها تهديد كبير او على انها الم رهيب مش قادر استحمله، وبيبقى دايما ديماندنج للبارتنر علشان خاطر بيطلب اتنشن زياده وبيطلب وقت زياده وبيطلب حاجات مختلفه. طيب هنبدا النهارده بقى في الجزء بتاع النهارده، احنا هيبقى طبعا متقسم لجزئين. الجزء الاولاني يبقى كي انترفنشن اوف اي اف تي. الكي انترفنشن دي بعتبرها ايه؟ بعتبرها الصندوق كده اللي معايا، صندوق مليان تول بحطه وبستخدمه في كل سيشن باختلاف وقت السيشن باختلاف الموقف باختلاف القصه اللي فيها دي. كل سيشن بحتاج الكي انترفنشن، ان انا استخدمها بعد شويه بتبقى بحس انها يعني امبيدد فيا بشكل ما. ده بالنسبه للكي انترفنشن. الجزء الثاني يبقى الستيج بتاعت الاي اف تي، وهيبقى فيها دكتور هاني ان شاء الله عشان كلنا نعرف. في الكوبلز بس استخدم جزء سايكو ايدوكيشنال بارتنر، يعني في جزء سايكو ايدوكيشنال بستخدمه احيانا وبينفع اكتر لو الزوجه بس هي اللي موجوده. كمان في ايه؟ هنقولها المره الجايه. يعني هي ليها سلايدز بصراحه في البرزنتيشن بتاعت السنه اللي فاتت هنا سايكو ايدوكيشنال وبيفور ثيرابي بنعمل ايه؟ احنا شلنا الجزئيه دي ونقلناها للويك اند الجاي علشان ده اللي هيبقى فيه الاوفر فيو على الحاجات كلها، فقلنا خلينا نفوكس الويك اند بس على ايه. طيب ايه هما الثلاث حاجات اللي احنا بنحتاجهم واللي هيبقوا موجودين معانا متفصلين بقى من جوه؟ ان انا حكليت او حمدين ثيرابيوتيك الاينس، قلنا تحالف علاقه علاجيه فيها تحالف مع الطرفين، ان انا بعرف اكسس واتواصل مع المشاعر واعيد صياغتها تاني لكل طرف من الطرفين، ان انا بريستراكشر بأعيد صياغه التفاعل اللي كان بيحصل اللي كانوا بيخليهم ستاك بحته في حاجه معينه او بيخليهم الباترن دي بيلف ويدور فيها بقالهم شويه، بعد شويه الحته الريستراكشر بتاع الانتراكشنز ده اتغير. طيب اول حاجه كرييتنج اند ميتينج ثيرابيوتيك الاينس، ايه اللي فيها اربع حاجات. امباثيك اتيونمنت شوينج امباثي، وهتلاقوا دي الحاجات الاساسيه بتاعه ثيرابيست يعني. طيب ثيرابيوتيك اتيونمنت هركز كمان قوي في النون فيربال اكسبريشن، والاي اف تي بيركز جدا في النون فيربال اكسبريشن. ليه؟ لان انا ببقى مركزه مع وليكن دانيا وشهاب، فانا بسمع لدانيا ومركزه معاها عينيا قدر الامكان على شهاب ان هو عامل كده، فلما برجع لشهاب بقول شهاب انت وانت عامل كده كان ايه اللي بيدور في بالك؟ او كلام دانيا غير ايه جواك خلاك تبقى قاعد كده، او مثلا قرر يبص في السقف او قرر يسرح في الشباك. فانا حتى برغم ان انا اتيوند مع دانيا انا مركزه في النون فيربال اكسبريشن بتاع الطرف الثاني، وبعد ما بيخلص برجع له بقول له انت ما كنت تهز رجليك كان ايه اللي بيحصل؟ She says
she doesn't know it. Mm. A lot of times when she says something that he says it's a trigger for him, and he looks normal, he usually asks, so how do you feel inside? It's not just the verbal. Sometimes you can be very attuned to what they're saying. صح. من الحاجات اللي هنقولها النهارده ايه الاسئله اللي انا بطلع بيها الكلام من جوه. طب ده حرك ايه جواك؟ طب لما اتقالت الجمله دي افتكرت ايه؟ عينك لمعت؟ كان في حاجه معينه انت افتكرتها؟ وحتى لما يفتكروا حاجه في اخر السيشن فبطمنهم بقول لهم طيب انا حطيت دي نوت عندي علشان احنا الوقت النهارده خلص بس المره الجايه دي اول حاجه هنبدا بيها. فالنون فيربال اكسبريشن مهمه جدا ان انا اكون يعني شاربه قهوتي وفايقه في الكومنت سيشن على الحاجات اللي هي العاديه يعني. طيب اكسبتنس انستيد اوف دايجنوزز ذا كلاينت. يعني طول الوقت انا بشهدم ان انا قابله اللي انتوا بتقولوه. ان انا قابله اللي انتوا بتقولوه ممكن يبقى حاجه بعيده جدا عن ثقافتي وحاجه بعيده جدا عن الطريقه اللي انا بتعامل بيها اي حاجه، بس انا قابله كلاينت يعني في نوع من الاكسبتنس كده كده احنا بنقدمه فور كلاينتس في العموم في الانديفيديوال. الاكسبتنس فور كابلز بحس ان هو كمان محتاج يتعمق اكتر، لان ممكن يبقى جاي لنا واحد مقتنع ان انتوا الاثنين وسمعتها من اكتر من رب، لا ما انتوا الاثنين ستات هتبقوا فاهمين بعض، انا ايوه انا كده هبقى قاعد لوحدي او انا مش هبقى مفهوم في الجلسه دي، او هي تتضايق قوي لما تحس ان انا اتيون معايا في لقطه، تحس ان انا اتيون معايا في لقطه او متفهمه. فشوينج ذيم اكسبتنس على مدار الوقت انا قابله اللي انتوا بتقولوه ومفتوحه وانا قاعده مش قاعده مقفوله، وقابله اللي انتوا بتقولوه فيربالي، فانا بكون واعيه. الموقف اللي بيحضرني في القصه دي قوي حد عارف في قلبي. طيب ده سيكشوال ديس اوردر. فكان عندي يعني كابل مره سالت الزوجه الاول لوحدها فقالت لي ان هو بيعاني من كيو كابل. فاهمه ان انا يعني فاهمه يعني ايه كيو كابل؟ ما انا هقول بقى طلع ايه؟ طلع حاجه كبيره قوي. كيو كابل هقول لكم ده الكلمه دي جت منين؟ جت من زمان من الرومان اما كانوا بيعملوا غاره على حق على مثلا ناس وبعدين ياخدوا الرجاله وياخدوا مراتاتهم، فكانوا بيغتصبوا مراتاتهم قدام الرجاله. فلاقوا ان الرجاله بتدوس اراوز لما بتشوف مراتاتهم بتغتصب قدامهم. فالكلمه جت من كده يعني. فهي كان اللي بتحكيه لي وده كان اول مره اسمعه في سيشن فمعرفش مش فاكره بقى انا على وشي ايه ساعتها، ان هو جوزها خلاها تكلم صاحبتها خطيبها الاولاني وخلاها تجيبه عندها البيت وزي هاد سكس وهو هي واز انجوينج الستوري من اولها لاخرها وهما بيادمت ان هو عنده كيفالدين. خلاص يعني هنتعامل مع السكشوال ديس اوردر ده ازاي؟ لان هو الموضوع ما وقفش عند هير اكس هاسبند بقى هير اكس فيانسي، هو الموضوع يعني عايز نكمل بقى يعني هيبقى ناس ثانيه. فاكسبتنس وات ايفر اللي هو مع ايه؟ هفكركم تاني بالجمله اللي كانت امبارح اللي كان كارما انا عايزها اعرف علشان انا برضه يعني جت لي حالات بس مش عارفه الاسم الانجليش يعني. يعني هو لما بيبقى مستصار لما هي تعمل كده وبعدين بيأكت سكس وذ هير او قاعد يسالها تحكي له بالتفصيل ايه اللي حصل او ممكن يبقى حاطط كاميرا وبعدين افضل معاه افضل معاه كان قاعد معاهم؟ ايوه بعد ما افضل ذات هاف سكس بعدين والتاني بيقول مع بعضنا كلنا انتي؟ ما الدنيا اتطورت يعني الى اي مدى انا قادر
تاني هنا عندك؟ قلت لها اه. وبعدين ما هي شرحته فقلت لها لا ما كنتش عارفاه. اه فكون ان انا يعني اكون شنو حتى لو انا اتخبطت في اسم اه انا اسمى ممكن ايه انت كنتيش مركزه معانا كل بروجكشن هيطلع عليا. طب انا هستوعب ده بان انا اه حتى ممكن اكون اتخبطت في حاجه. طيب اكتب الايز مع كل بارتنر يعني انا مع كل بارتنر منهم قدر الامكان كاني موجوده مع الواحد. يعني هي دي بتبقى صعبه جدا بصراحه بس بعد شويه لا خلاص يبقى ده العادي. انا فعلا ببقى يعني انا ممكن ابقى باصه لحياتي بس هو ده مني ان مي عامله كده. فخلاص يعني ايمج وان ايمج لقطه وهرجع لها بالايمج اللي انا شايفاها فيها يعني فانا هقول لها في الايمج هوصف لها الايمج فده بيبقى شويه بيعمل انسايت اه هو انا كنت حاسس بايه لما انا عملت كده. كمان هو احيانا بتلاقي حد بدا بالفعل في البدايه بتبقى بعد شويه حد بدا يكون في الداخل يتنفس حرفيا والتاني مش عايز ده دايما بيحصل. فانا احس ان انا شويه باجي كائن اتجاه ماشي وعايز ان هو شايف ان في مشكله عايز اصلحها والتاني طبعا عملت حاولت اجيها زمان مش معاها تاني. طيب هو ده بقى شغل اه حاولت قبل كده زمان ومش عايزه احاول تاني ما هو ده كان برسور في الاول وبعدين بقى ويدرور. احنا ازاي نرجع نخليه يبقى مش برسور تاني بس ازاي نرجع نخليه صفن ويدرور بتاعه ده ونقربه. قصدي فكره ان انا جوايا احس ان انا بقيت ميت سنه تجاه ده بيسمعك كده. طيب انت عندك عيلين واحد بيسمع الكلام واحد ما بيسمعش الكلام هتتعامل معاه ايه؟ هتتعاطف معاه. انا عندي سؤال هنرجع تاني للجمله اللي فيها امبارح. كل ميس بيهيفير دور على اتاتشمنت وير يو ار اتاتشمنت بس ورا ياسمين انا كنت زوج كان تجنبي ونجحت ان انا اجيبه بس لما جه مش عايز يتكلم قصادها وعايز ان انا هو بس لوحدنا نتكلم وبعدين نجيبه. هل اوافق على ده؟ بصي هو انا في الدايليما دي بصراحه معرفك نفسها لان انا يعني شويه وصلنا لانسايت كان مبهر جدا بالنسبه لي ده كان الاسبوع اللي فات ان دايما بكلم ان احنا بنبدا كابل وبعدين كتير بيبقوا ستاك في حته ما حدش منهم عايز يفتح حاجات معينه سواء كان حاجه متعلقه بالشيم حاجه متعلقه بالتروما من فاميلي اوريجن مش عايز يفتحها قدام البارتنر. فكنت اللي انا بعمله ده بنبقى كابل في الاول وبعدين بقول لهم طيب هنتقابل انديفيدولي شويه في النص وبعدين نرجع نتقابل كابل ده. فده مش الابروتش بتاعي ليه كتير. فهي كنا بندور ايه السبب ورا ده لان كنت مستغربه جدا طيب ازاي انتم مكملين كده. فهم ما عندهمش ازمه في ان كل بارتنر يتكلم قصاد التاني على عيبته وحش. احنا عندنا الوحش كل لان هي دي كانت بالنسبه لي فعلا انسايت جدا لكن يبقى هي الموضوع كالتشر ان انتوا عندكم ما حدش عايز يتكلم طلع وما حدش عايز يتكلم وحش على عيبته قدام التاني خاصه لو لسه في الاول. بس لما بيبقى في حد فيهم عنده نزوه في ما او غلطه في ما مش هيقول قدام التاني. هي دي من الحاجات اللي فيها شيم علشان كده من اي اف تي الاستراكشر بتاعه انا مش عايزه بس نضيع الوقت في القصه دي من الاستراكشر بتاعه في انديفيدواليزيشن وانا بسال على حاجات في الانديفيدواليزيشن اللي هو اهم حاجه مش عايز اتكلم فيها بدور معاه طب ايه اللي مقنعك انك تتكلم فيها ايه اللي يخلينا ايه اللي يساعدك انك تعرف تفتحها قدام يور بارتنر ولو هي حاجه اون جوينج فدي من كتر يعني من الممنوعات اللي انا هشتغل فيها اصلا. دي مدرسه وانا بحترمها جدا وفعلا يعني اللي بيكمل فيها بيبقى كويس قوي يعني هي وده الصح يعني هو احنا لو هنشتغل كفن ان انا مش حافظ الاسرار بتاع كل واحد لا هو المفروض ان انا بشتغل ان كل ما الدنيا بتبقى ترانسبيرنت كل ما الشغل بيبقى ماشي اسرع وماشي بروفيشنال. ولو انا عارف حاجه وعن واحد وكده ده اتس نوت ايثيكال اصلا ان انا هقدر اكمل بروفيشنال معاهم هما الاثنين. اخر حاجه معايا كابل البنت شاكه ان جوزها ناشوسيزم وهو بيروح يعمل اكسترنال ريليشن شيب علشان يتضرب او دي نقطه. النقطه الثانيه هو
بيج ايشو جدا في الفلوس والمصاريف وبيبي. فلو انا كنت فتحت الموضوع هي عايزه تشتغل وعايزه ياخد فلوسها وممنوع وبيبي، فانا اشتغلت معاه الفيديو قلت له طيب احنا ايه رايكم المره الجايه اهاب الاسبوع الجاي مع فلان والاسبوع اللي بعديه مع فلان. المهم قعدت معاه ولما بدانا نشوف القصه والفلوس وبيبي ففهم انه لا انا عايز اعمل ده عشان مصاري كبير، انا لو اتعمل فيا ده انا مش هستحمل العلاقه دي، يعني لو ابويا عمل ده مش. فدي كانت فاكت هي وكانت انديفيدوال. بس انا عندي بس واجهت بصراحه مشكلتين بعد دي. اول مشكله ان هو نفر والثيرابي توقف، يعني هو شاف واتخض والثيرابي توقف ما قدرش يكمل. فهل انا غلطت ولا يعني عايزه اسال. طب والنقطه الثانيه انا مش قادره افتح الاكسترا مايتر معاهم هما الاثنين وهي مش الاثنين بيهم كوبل. طيب يعني خلينا نرجع للنقطه دي تاني. كوبل احنا الهدف ان احنا النهارده ان احنا نعرف الاي اف تي بروسيجرز هتبقى ماشيه ازاي، قد تساعدك في انك تعرفي تفتحي معاهم ده. وممكن في الكوبل تقولي انا محتاجه اقابل كل حد فيكم انديفيديوالي مره عشان تقولي له الحاجات اللي انت كنت قايلها والحاجات اللي انت ممكن تفتحها. لو هو مش عايز يجي انديفيديوال فدي حاجه ثانيه، بس احنا كده كده في الكوبل سيشن بتاع الاي اف تي فيها بيبقى فيها مره في النص انديفيديوال مره واحده مره واحده. بس انا بكتر من مره بس يعني بصراحه انها بتبقى مره واحده. احنا بنتكلم على البروتوكول، يعني هنتكلم المدرسه ماشيه ازاي. كل زي اي مدرسه في الدنيا كل حد بيقدمها وبيشتغل فيها بالشكل اللي هو بيبقى اتيوند مع الكلاينت فيه. طيب احنا عشان نلحق النهارده اليوم لسه طويل، امباثيك اتيونمنت بقى هيبرميت الثيرابيست ان انا اكون مع الكلاينت وان انا اكريت سنس من التواصل ما بيني وما بينهم، وبيوصل لكل كلاينت لكل التو بارتنرز يعني احساس ان انا مش لوحدي. وده قدر الامكان كل ما بشتغل فيه على مدار السيشن وبنهايه السيشن يبقى مروحين هما الاثنين في الحته دي. انا بعتقد ان ده يعني كده نهايه حلوه قوي للسيشن، يعني ان هو حاسس ان انا ان في حد كمان حاسس بيا. طيب من الكلمات اللي استخدمها طبعا انا سامعاك، انا فاهمه انت بتقول ايه، انا بسبورت احساسك دلوقتي، انا not judging you. والنون فيربال بقى سواء من اول الاي كونتاكت عينيا معايا حتى لو بتكلم مع طرف واحد، لما بحس ان حد بيوطي او حد كده ممكن اقرب شويه. احنا طبعا عارفين ان الحاجات دي يعني فضلت تحصل في مدارس مختلفه كتير. ففي مدارس مثلا ان انا لو حد بيعيط يعني اخلي ان انا اقرب علبه المناديل، ما تشيليش منديل وتديله مثلا. لا هنا لا، هي صوف في الفيديوز بتاعتها بتدي كلينكس وممكن تطبطب كمان على الشخص اللي بيعيط، يعني بيبقى فيه ود اكتر من مدارس ثانيه شفتها. بس انا عايزه احكي في النقطه دي عشان هنا انت لو الراجل هو اللي عمل كده اشتغلت طبطبي عليه. فعلشان تبقى يعني ايكولي صح. ولو انا فعلا لو انا مش هعرف اعمل ده مع الاثنين يبقى ممكن ما اعملوش خالص. دي نقطه غلط. هستخدم الكلاينت ووردز قدر الامكان، بستخدم الكلمات اللي هو استخدمها. وهتلاقوا كمان في الفيربال والنقطه دي هناكد عليها كذا مره، صوتهم بيبقى سوفت. يعني السيشن كنت في الاول بقول يعني ما تستهجنوا كده بتفرج على الفيديوهات بحس ان هم ناعمين بزياده يعني، بس لا هو لقيتها سمه في معظم الكابلز ثيرابيست اللي بيشتغلوا بالاي اف تي ان فعلا ذير فويس بتلاقي وفيها نعومه جدا وبتحسي انك ملكك كده في السيشن يعني بشكل كبير. طيب الاكسبتنس هاندرستاند يعني الريسبونس بتاعتهم باختلاف الباك جراوندز اللي هم جايين منها، يعني اي مكان في الباك جراوند جايين. كان عندي كوبل مره وكانوا جايين علشان خاطر هي حصل ابورشن، فكانوا حاسين ان هم يعني ممكن في البيت. طيب ماشي، هو شكله كان شغال والله. حاجه جديده؟ ايه ده؟ ده حاجه جديده؟ ده المايك حد عايز المايك. طيب هو في حاجه حصلت تاني؟ لا هما جايين بمشكلة ان هو ان هما حاسين بالذنب وحاسين ان هما تروماتايز عشان خاطر بعد ما عملوا ابورشن كانت المشكلة في الابورشن، بس كانت المشكلة ان هما اكتشفوا ان هي كانت حامل في توينز. ف
فكان ده مؤلم جدا. هما كده موجود اثنين ومش عارفه المهم قص ما هما هو بيحكيلي بقى عشان يحسسني قد ايه الالم اللي هو فيه. فبيقول لي انا متالم جدا اكتر ما قتلت حد قبل كده. فقامت خناقه ما بينهم. الخناقه قامت على ايه؟ هي قالت له انت ما قلتليش انك قتلته انك ما انت ما قلتليش انه مات. قال لها لا انا قلت لك ان انا دوست عليه وبعدين رحت الاسم وتاكدت ان خلاص المستشفى وتاكدت انه مات. فده الباك جراوند هم جايين من حته ثانيه خالص. هم مش عارفين ده من نفسي البيبيهات. ده على شخص انسان قتل انسان هو تقريبا كان تاجر مخدرات او حاجه زي كده وانا اللي كنت لسه فاهمه. انا حاولت اكمل السيشن زي ما طبعا رضيته على قد ما اقدر. طلعت بعدها وراها بشويه وهي رجعت. بس ده ممكن يحصل يبقى فعلا في انجري ريسبونسز. انا مش عارفه الى اي مدى هي شايله جواها حاجه يعني الاكيميليشنز اللي حصلت دي الى اي مدى خلاها تريجرد بالشكل ده في السيشن. في حاجه حصلت في السيشن خليتها او خليته تريجرد ان الاكشن ده يحصل. طيب كل ما بكون جنون كل ما ده بيوصل للكرايم بيوصل جدا احساسي. كل اكتر حاجه تساعدني ان انا اكون جنون ان انا نفسي اكون كتير وان انا نفسي اكون بحل الحاجات اللي جوايا وان انا اكون مش يعني مش سهل ان انا ابقى رسمه صوره كل ما ببقى واصله لذاتي واصله لنفسي ووعي بنفسي كل ما انا ببقى حقيقيه في السيشن اكتر وكل ما انا ببقى متواصله معاهم بشكل حقيقي مش بشكل اني لابسه نظاره الثيرابيست وخلاص. فكل ما انا بشتغل على نفسي ان ابقى حقيقيه اكتر كل ما ده فعلا بيوصل لهم بشكل عام. لو انا قلنا لو انا ضد في الاسم او اي حاجه هنا في كده ساندرا كانت بتسال عليه احنا كنا بنقول ان الحاجات اللي لفتت نظري قوي في الاي اف تي ان هو كالتشرلي اكسبتد ودي كان حته من الاونلاين كورس كنت اخدته. Human culture, that EFTs don't fit with some cultures better than others. Yes, of course, that's true. This lady was talking about Egypt, Iman, talking, I'm not sure if it's a lady, might be a man. This person was talking about Egypt and saying that they thought that EFT fit very well in a culture like Egypt. And I think we talked at the beginning of these sessions that you do have to be aware of culture, how people think about romantic relationships, how egalitarian they're willing to be. Some cultures, very traditional cultures, really have trouble with the idea that, you know, men and women get to have an equal voice in their relationship. So you have to pay attention to culture. But I was also suggesting that every couple has its own culture. And you have to find out how these people think of love, how they manage their emotions, what their expectations are, how they set up the dance with their partner, how they trigger their partner, how they unwittingly create these dances that they're caught in. So that's the same with all couples everywhere. الطبع بتاعها زي ما بنقول هنا هي كل سيشن بيبقى ليها
السنس بتاعها والكالتشر بتاعتها والحاجه المختلفه اللي بتقاد للصوره الكبيره في العالم. كل سيشن بتضيف حته طاقه مختلفه. طيب اكسس الميتو ميتنج الايموشن وركينج بالايموشنز ان انا في الاي اف تي هنشتغل اكتر حاجه الايموشنز. الايموشنز لو قلنا ان هما التسعين طب قللوهم طب مش عارف ايه مين هيشتغل مع الست ايموشنز الاساسيين منهم اثنين احنا ما فيهمش مشاكل السربرايز والجوي تلاقونا اكتر شغالين في الانجر والسادنس والفير والشيم. دول البيزك ايموشنز. السته بيزك ايموشنز بقى فور انفيديوز اللي احنا هنلاقيهم بقى بيظهروا عندنا في السيشن ازاي. الانجر او الفقر ان انا دي بتبان بقى في اللي كان فيه باست تروما ما كانتش اتحلت. ما هو خدني من ثلاث سنين وانا كنت لسه اتكلمت انا لسه فاكره وايد النهارده في ايه الفقر وما كملتش عنه وما حلتهاش. وباست تروما بقى يعني ما بينهم فين؟ الجروث باست انا معقول هنا انا مش سامعاك مع الخط اللي فوق ده مش عارفه اركز خالص. طب انت ممكن تقربي؟ فين؟ مفيش هو احنا غالبا في شغل في المكان هو ده بره مفيش مشكله بس عايز صوت استخدم مايك معايير تظبط عايز صوتي حاجه اهو لما انا
شوية كنت خايفة. دي كمان شوية في primary emotions أو secondary emotions أو زي ما هم يعني غيروها. طيب خلينا نشوف الإيموشنز بتظهر إزاي. الأنجر هيظهر في صورة خناقة. أتاك يعني خير وسيلة للدفاع الهجوم. أنا هحاول آكل اللي قدامي بسرعة قبل ما يأكل. الفير بيظهر في كذا صورة الحقيقة. والفير ده من النقط المهمة جدا. الفير والشيم في الإي إف تي. إن هما الفير والشيم دول بيبقوا متغلفين بمشاعر تانية. يعني ورا الغضب كان في خوف إنها تمشي وتسيبها. ورا الحزن كان في إحساس بالخزي والعار وراه. فهكذا كتير والشيم دول من الحاجات اللي هما بيبقوا دايما ديب من تحت أو من جوه. طيب الفير بيظهر إزاي؟ بيظهر في إن أنا بأفويد الموقف بأي شكل. الموقف اللي احنا رحناه اللي شفناه امبارح الفيديو هو كان بيقول لها ايه؟ قال لها انا ما بحبش اروح عند عائلتك عشان هما بيقعدوا يسالوني عن الكارير بتاعي ويسالوني اسئله بتحرجني. فهو هي ديسايد ان هو هيأفويد ان هو يروح لانه خايف من جواه انه يتحط في موقف الدهان يعني. فريز. وفريز دي من الحاجات اللي بتبقى صعبه قوي لان احنا لما بيحصل موقف وانا خايفه منه بشكل ما اول حاجه هعملها ممكن تبقى لو عرفت ازقه هزقه. يعني لو جاي عليا حاجه وعرفت ازقها هزقها. ما عرفتش ازقها هستدعي طاقه اكتر وهجري. السمبثاتيك بقى هيبدا يشتغل وابدا اجري اسرع. طيب لو لا ده حصل ولا ده حصل بتنح. من المشاهد اللي احنا شفناها كان في ناس تنحت في القطر او حتى في المشاهد عامه اللي فيها تروما كتير في ناس بتنح والصوره بتلزق في دماغهم بالشكل ده. التاني زي ما قلنا امبارح ان التروماز مش لازم تبقى حاجه كبيره قوي. يعني ممكن يبقى موقف صغير بس بالنسبه بس على حسب عمره. ممكن يبقى هو قال كلمه عاديه جدا انا تنحت فيها حصل لي فريز بدل فايت بدل فلايت حصل لي فريز في اللقطه دي علشان الكلمه دي بتفلكت عندنا حاجات ثانيه مؤلمه وموجعه وحاجات. الشيم بيبقى يا اما هستخبى مش عايزه ابقى موجوده اصلا في الموقف ده يا اما هفجر يا اما هحاول افويد الموقف. السادنس هقفل هتنح هقفل هنسحب. الجوي طبعا بقى انجيج اكتر والسربرايز بقى ابروتش او اكسبلوش. دول كده الست مشاعر الاساسيه. واحنا يوجوالي هنبقى بنشتغل في الاربعه الاولانيين اكتر حاجتين بيبقوا من جوه بيبقى فيه والشيم ولما بنوصل لهم انسايد في السيشن بتبقى حلوه قوي. يعني انا بليبل الايموشن واقول لهم اللينك ما بين الايموشن والبيهيفير انه ميبي يو فيلت شيمفل عشان كده انت عملت. بس قبلها قبل ما ليبل بقى كنت حاسس بايه؟ هفضل بقى ادق 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 عشان انا ممكن ابقى اعرف الاجابه بس هوصله ان هو يطلع الاجابه بنعمله. كنت حاسس بايه؟ ولما اخضب طيب ليه؟ علشان ايه؟ ورا ده ايه؟ وبنوصل حتى في سيشنز اللي هو فكنت حاسس ان انت مش راجل كفايه في الموقف ده قدامها مثلا بعيد صياغه الكلمات اللي هو تقوله بحيث انها تساعده انه يوصل لده. فمثلا في ناس كتير قوي اصلا فكرة كويس انها في نهاية الجروب بتتكلم قد
ضربات قلبك، حاسه بايه في قعدتك، قعدتك وانت عامله كده ده معناه ايه، انت طب وانت مفتوحه كده ده حاسه في ايه وهكذا. اساسا الكوميونيتي الايموشنز هيبقى فيها انفولفمنت، هنستخدم كلمات بسيطه يعني نحاول ما نعقدهاش، سواء كانت نوع المشاعر، سواء كانت التفصيله، سواء كان في الامج اللي انا استخدمها بتاعي وصف حاجه هما بيعملوها او وصف قاعده هو كان قاعدها او حاجه زي كده، فبستخدم قدر الامكان كلمات بسيطه علشان ما اجهدهمش منتلي في حاجه ثانيه. طب معلش ممكن اكزامبل في كلمات بسيطه؟ ريهام انت وانت قاعده كده كنت بتفكري في ايه؟ ده كده استخدمت كلمات بسيطه جدا في الامج. داليا وانت بتهزي راسك انت موافقه على اللي بقوله؟ انت كده وصل لك اللي انا قلته يا فابي؟ نعم؟ طبعا المسج تبقى واضحه ما فيهاش واضحه لان انا في الاخر انا مش برمي عليهم حاجه، انا بتاكد ان انا فهمت صح وبرجع تاني، طب لو انا فاهمه حاجه غلط صلحوني، او انا عايزه اتاكد ان انا فهمت اللي انت قلته صح، فبانفولف نفسي وبانفولف التو بارتنرز في المشاعر بشكل عام. طيب بقى اكسبلور، انا مش لازم على فكره ان هو يعني وان كان في دراسات اتعملت على ان هو بيهز رجله يبقى هو متوتر، بس مش لازم ابروجكت الحاجه اللي انا متعلماها او مقتنع بيها عليه، لا خليكي اوبن ان انا هكتشف حاجه مختلفه تماما في السيشن، وكل مره هدخل وانا اوبن ان انا هكتشف حاجه مختلفه في الكابل سيشن كل مره هطلع انا متعلمه دخلت في حاجه مختلفه تماما. فعلا معايا احنا ما موجودش في المتوتر اللي او اللي ايوه بالظبط، فرق كبير جدا، انت بتنزل انك حاسس بايه دلوقتي. طيب ونفسك تعمل ايه؟ انا حاسه كانك نفسك تطلع بره الاوضه. بيقول لي اه. احيانا ممكن انا حاسه كانك نفسك الباب يتفتح وتطلع بره الاوضه. ايه اللي بيحصل لك؟ اسك كويستشنز اللي هي تبقى يعني بتثير اللي قدامك يعني بستفزه عشان خاطر يجاوب. ايه اللي بيحصل دلوقتي لما سمعت صوتها وهي بتنفس، او لما سمعت صوتها وهو غضبان، او لما سمعت كذا؟ فلو طلب فعلا انه يطلع بره الاوضه شويه. انا غلط ولا لا؟ ليه؟ ده هيحس بايه؟ بس هنبدا نكسبلور. هما كده كده هما عارفين ان السيشن ليها وقت. هو انما لو خلاص قفلت على كده مش قادر البريك مثلا ويرجع، ولا ده مش بلد؟ يعني مش عارفه بصراحه الصح بتاعها ايه؟ يعني هي يعني انا لو انا في الموقف ده قدر الامكان احاول ان ده ما يحصلش، يعني ان انا لان ده بالنسبه له معناه ان هو الدبل فيل سيف، وانا بزور على ان انا احسسه ان هو سيف. طيب دي كمان حاجه بتساعد ان انت ترجعي له، هو ده بيحصل معاكي بره يعني هو انا لما بتمشي بتمشي فانا ممكن لما يبتدي يفتحي تضحكي ليه ممكن بينسى ويبتدي بقى يتكلم على هو مشاعره هو عامل ازاي. وانا اخترت احس ان انتوا بيتوا الاينس اجنسي. Sometimes what I do when a person cannot identify their emotions, I ask them where in their body do they feel it? Their heart, their stomach, where, their head, wherever it is. I do that once. Then I ask them to describe it. Is it hot? Is it cold? Is it sharp? Is it whatever characters I can give it? And then I ask, and maybe I'll do the exercise a little bit later, but I will ask them to take it out and put it in their hand. And then I ask them to describe it. Is it heavy? Is it light? Is it soft? Is it smooth? Is it pointy? Is it ragged? All those things. Because I'm headed towards an emotion, but I'm giving it to them through a metaphor that'll get us there. But I'll do the exercise a little later today. لما حد بيجي لي مش قادر يميز مشاعره فببتدي اطلب منه انه يشاور على اجزاء في جسمه هو حاسس بالشعور ده فين، في راسه، في ايديه، في رجليه، وبعد كده ببتدي اطلب منه ان هو يوصف المشاعر دي او يوضحها اكتر، وببتدي اطلب منه وكانه كنايه او استعاره انه مثلا لو حطيت المشاعر دي في كفه ايدك هل حاسس بثقل؟ هل هي خفيفه؟ هل هي ثقيله؟ فوكانه بخليه يديها استعارات مكنيه او تشبيهات يقدر بعد كده يتكلم عنها، وهستفيد اكتر في الجزئيه دي بعد كده.
سيك عشان خاطر اعرف اجراسب الاتنشن تاني من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه ان انتوا عملتوا حاجه مختلفه. انا هبدا اتريس على الاكشن اللي انتوا جيتوا النهارده، ده الجو حر جدا النهارده، وانتوا او انت عندك شغل او انت عندك مواويل وقدرتوا تظبطوا ان انتوا تبقوا موجودين النهارده، فهرجع لها وسط الكلام. انا ادخل اقول لهم كده، هحاول ان انا معاهم ان هم واصلين لحته ان انتوا عملتوا حاجه كويسه وتكملوا عليها بقى. بس هم مش هيسمعوا يعني دلوقتي. قبل ما يوصلوا للسو هاي بقى، يبقى انا هسحب الطرف الاخف، الطرف الاخف او الطرف يعني على حسب اللي انا حاسه في ضغطي ان انا هاكسس اسرع، يعني اللي انا ممكن يبقى اكسس بالنسبه لي، هسحبه قبل ما هم الاثنين يبقوا انجيج مع بعض. يعني هقول له ايه برضه؟ طب انت عايز هخليهم ينتجوا معايا انا. خليك معايا انا، خليك معايا انا دلوقتي. هتحس بايه؟ ممكن احيانا عشان خاطر الاتنشن الاتنشن شويه نروح نحط ورقه وقلم ونبدا نرسم. طب ده خلاك بايه؟ واعمل اسهم او نعمل حاجه علشان خاطر اخليه هو او اخليه هي الطرف اللي انا عارفه ان انا اشده ما يبقوش انجيج في خناقه هم الاثنين مع بعض وانا طرف ثاني. هو كابل ثيرابيست از ان اكتف ثيرابيست، فانا مش مستنيه ان هم يوصلوا لده وبعدين اشوف هتصرف ازاي. لا، هو انا اكتف في البروسيدجرز من اول، فمن الاول انا عماله اسحب. وارد جدا وهتبقى مره اتعلمت فيها كتير ان انا اتاخرت في رد الفعل بتاعي، فالمره اللي بعدها هبقى اخد اكشن اسرع من المره دي. ساعات بيحاولوا يدخلوني طرفين عشان ده اكيد هيطلع على طول. طب انا الدكتور هو دايما بيقول لي كده وبيهم يبداوا بقى ايه هيكون رد فعلي، وده بيحسسك بايه؟ لما انا بقى اقول من اول سيشن خالص انا مش طرف في العلاقه، العلاقه دي ما بينكم انتوا الاثنين، وانتوا جايين عشان انا ساعدكم توصلوا للهدف اللي انتوا عايزين توصلوا له. ممكن يبقى الهدف ده ان احنا بنحاول نوصل لقرار الطلاق اللي احنا مش عارفين كنا نوصله، وليكن بقى طيب ايه هو الهدف، بس في الاخر انا مش طرف وبرجع اكد على دي تاني في سيشن ثانيه. بس مش في لقطه زي كده بيشهدني، مش هفكر بالجمله دي عشان ما بقاش بدافع عن نفسي. فانا قلت لكم قبل كده بقى ان انا مش هدف الهدف، انما انا في لقطه زي كده هبروسيد معاه ديبر. طب وهي ما قالت كده ده حسسك عن نفسك ايه؟ هو انا لما بلاقيهم عادي يعني في لحظه كده مش هيسمعوني. انا بقول ساكت خالص لغايه ما يطلعوا للاخر كده، ولما بيلاحظوا سكوتي انا بيبقوا وبعدين اقوم قايله لهم دي فرصه ان احنا نشوف حاجه من اللي بتحصل معانا في البيت، واقوم مبدله بينهم. هو بيقول لها اللي هي كانت بتقوله له، وهو يعني بيقول لبعض العكس، واخلي كل واحد بقى يقول هو حاسس بايه لما اتقال له الكلام ده، والتاني يقول انا كان قصدي اقول ايه بدل ما ازعق. ده بس يعني انا ببدل بس وبس خالص لغايه ما ينتبهوا ان انا طيب هسكت. يعني انا هبقى مقدره، يعني هو حضورك انت حاساه ان هي اميره ان هي تبقى حلوه قوي، مش هقدر نعممها لان ممكن حد يسكت ويتسخر في النص. بس انا حاسه بحضورك، يعني حاسه ان انت هتسكتي فهم هيبقى ليهم شويه هيحسوا بالباوندرز بتاعتهم او وات ايفر هيحسوا بايه. بس انا حاسه ان لما تسكتي ده ممكن يبقى علامه ليهم بشكل ما، هيبقى صعب ان احنا نعممها تماما. يعني فعلا ممكن يبقى حد يسكت يبقى لسه في الاول براكتس بتاعه وتبص تلاقيهم يعني خلاص مش حاسين اصلا موجوده في السيشن بعد شويه. وحلوه فكره انك تبدلي اماكنها. لو كنت حازم انت ممكن تسمعوني اصلا. بشكل حازم انا هستفزهم اكتر. لا احنا جايين لك تربينا نتخانق. تتكلم كدابه 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 ما حصلش. لا حصل يا ما بتعرفش تخش. انا حتى الاسئله ممكن تختلف من نفس الموقف، بتختلف من كابل للتاني وتختلف مع نفس الكابل من سيشن للتاني. يعني انا ممكن اسكت مع كابل معين وفي نتيجه ممكن حد تاني برضه يبقى. هل انا ممكن to refer them للموتيفيشن for coming اصلا، يعني اساس ليفل اوف موتيفيشن بتاعهم for change؟ اللقطه دي هو احنا جايين هنا ليه؟ طيب لما بغير الكلمات ممكن يبقى ليها تأثير كبير قوي. حد عارف الفيديو بتاع النهارده؟
you do to my saying? I'm not the same. A different ones. ده معناه ايه بالنسبه لك؟ ان هي قالت انها كانت
لما ده حصل او لما هي قالت كذا او لما هو عمل ده. ممكن تساعدني افهم اكتر انت بتفكر في ايه؟ ممكن تساعدني افهم اكتر ايه اللي بيدور جواكي في اللقطه دي؟ ممكن تساعديني افهم انت ليه سرحتي في الشباك؟ كان الكابل بيدوروا على اي ار اي. سؤال الاي ار اي ده كل خط منهم بيدل على حاجه. ممكن في البيج او واحد اكسسبيلتي، كان هما الاثنين بيدوروا في بعض على اجابه السؤال في الثلاث اسئله اللي احنا يا ترى انت متاح لما هحتاجك؟ انا هحتاجك دي مش لازم اكون عامله حادثه وبيكلمني يقول تعالى كلمني، بس ممكن تبقى متاحه اما احتاجك ان انا متخانقه مع مامتي وعايزه اكلمك. اما اكلمك في تليفون الاقيك يعني بترد. هل يا ترى هقدر اعتمد او يعني احس ان انا مسنوده عليك ايموشنلي، مسنوده على انك تبقى مش بس موجود انك تبقى متاح وانا انت بتقدم لي سبورت كمان مش موجود متابع. الجمله اللي كانت هي بتقول في الاكسرسايز اللي عملناه في الاول الزوج اللي بص في الشباك لمجرد انها قعدت تعيط عشان تفتكر البابا، فهو موجود بس لا مفيش ريسبونس. امبارح كان موجود فيزيكلي في الفيديو بس ما كانش فيه ريسبونس. انجيجمنت، دو اي نو يو فاليو مي اند ستي كلوز، هتقدرني وهيبقى فيه انجيجمنت. فمش بس بقى هتبقى موجود وبالريسبونس وكمان مش حاسه بجادجمنت منك، مش حاسه ان انا انت بتقل عنك بان انا بشارك معاك مشاعري دي او بشارك معاك الحاجات اللي انا ايه. كان السؤال ار يو ذير فور مي. طيب احنا هناخد البريك وانا هشغل ده واحنا بنتفرج عليه. هو يعني قوي الثيرابيست بتاعي دي عامل زي تانجو دانسر، فانا باخد الكوبل معايا خطوه بخطوه بنشوف احنا بنتفرج ازاي، مش بس بقى من خطوه كبيره. ومن الحاجات اللي فرقت اصلا مع سوزان وحاجات قالت لما اتعلمت تانجو دانسر فده بيفرق في Why'd you try? You try? All right, I'll give it a try. Hold me down, son. Thank you.
اللقطه دي بس انا عايزه نقف عندها واحنا بنتحرك كده، ان هو فعلا السيشن بتاعي في الاي اف تي بتبقى قريبه جدا من ده. يعني انا لو انا داخله باجنده متحضره زي مدارس ثانيه كتير، وانا ببقى شايفه هم فين وعايزه نقطه ولا ببقى شايفه هما فين وعايزه نططهم لحاجه ثانيه بعيده. فبنتحرك يعني فعلا انا درجه السلمه دي انا مش بنط لحاجه بعيده قوي عنها، لا انا بتحرك حته بحته حتى لو انا شايفه كتير قوي، لو انا شايفه حاجه مختلفه يعني. الورقه بتاعتي في النوتس بتاعتي ببقى عامله كورنر كده، يعني ببقى مقسماها جزء ده كده فاضي، فببدا اكتب هما بيتكلموا هنا، وفي حاجات انا بحطها دي نوتس بتاعتي علشان الوقت لو مش لو انا عينيا انا بلاحظ حاجات كتير في السيشن، فعينيا مش هتلاحق ان انا ابقى متابعه ارجع على كل ده هنا، فانا ببص على الحاجات دي بسرعه. الحاجات دي ممكن ما تخلصش في نفس السيشن فبرجع لها السيشن اللي بعدها. بكتب نوتس السيشن يعني حاولت مع ماي ميموري ان انا احافظ اكتر، لا هي انا بكتب نوتس السيشن جدا بس ببقى هما يعني خلينا ما هنعمل رول بلاي النهارده هقول لكم بنعملها ازاي، بس المهم ان انا كمان يبقى عندي نوتس للحاجات اللي كمان ابقى هايلايتد كده انها ما خلصتش السيشن دي، بس ات از امبورتنت الحاجات دي جت منين؟ انا عارفه ان هما في الحته دي دلوقتي وانا شايفه ان خليني اعكسها مثلا، احنا في سيرفيس ليفل من الايموشن دلوقتي وانا شايفه الديبر ليفل بتاعها فين؟ بس هما دي ار نوت ريدي ان احنا ندخل ندك ديبر في الحته دي، فهاخدهم هنا بس انا كاتبه عندي انا شايفه ايه؟ اوكي؟ طيب هاخد تلت ساعه ان شاء الله بريك وبعدين نرجع نبدا في الستيجز بتاع الشيء كتير مشروع. Yeah.